معلومات للأشخاص في مراكز الاستقبال الأولية. كيف تحصل من خلال تصريح إقامة مؤقتة على تصريح عمل؟ من أجل ماذا تحتاج تصريح عمل؟ من أجل العمل، من أجل تدريب مهني في شركة، من أجل أغلب التدريبات. متى وكيف تستطيع الحصول على تصريح عمل؟ عندما تكون قد قدمت طلب اللجوء منذ 9 أشهر على الأقل. عندما تكون غير قادم من ألبانيا أو البوسنة والهرسك أو غانا أو كوسوفو أو مقدونيا أو مونتينغيرو أو السنغال أو الصرب. عندها سيكون مكتوب في إذن إقامتك المؤقت يسمح بالعمل بعد أخذ إذن مكتب الأجانب. ماذا يجب القيام به؟ قبل كل شيء يجب أن تجد ربع عمل يرغب بتوظيفك، ثم عليك أن تقدم على تصريح بالعمل لهذه الوظيفة عند مكتب الأجانب. من أجل ذلك يجب أن يعبئ رب العمل استمارة لوصف الوظيفة. عليك تسليم الاستمارة عند مكتب الأجانب في حال أردت أن تقدم على تصريح العمل هناك. عندها يجب على مكتب الأجانب أن يمنح تصريح العمل في حال تم الالتزام بكل القوانين في عقد العمل الذي يريد أن يبرمه معك رب العمل، مثلا ناحية الأجر الذي ستتقاضاه منه. أي سيتم التحقق من شروط العمل؟ أما إذا كنت تريد أن تبدأ تدريب تعليمي في شركة ما أو تدريبات معينة فلا يتم التحقق من شروط العمل عندها. إذا لم يرغب مكتب الأجانب بمنح تصريح عمل فعليه أن يكتب لك ويشرح لك السبب بعدم منحك تصريح العمل. عندها يمكنك أن تشتكي عند المحكمة على ذلك خلال مدة معينة، عليك عندها أن تستعين بالمساعدة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ولديك أسئلة فنحن نقدم لك المساعدة والدعم. من خلال الموقع الإلكتروني المسجل بالأسفل يمكنك إيجاد مساعدة ضمن منطقتك.